الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انه كان بيحب السيدة خديجة جدا، الا ان كان قلبه بيعشق السيدة عائشة. رغم انه عارف عيوبها وعارف انها بتدلع عليه كتير وبتنفعل عليه كتير وبتغلط في حاجات كتيرة قوي وتغير وكده الا انه كان بيعشقها. ولما كانت تغلط في احد زوجاته او السيدة خديجة او تغير او كده، يقول لها والله شفتوا بقى دفاعه، وشوفوا قد ايه هو انسان حد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في احترام، يقول لا والله ما لقيت خيرا منها، وكانت ام اولادي وكذا 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 وكذا، ويذكر صفاتها كلها. الا ان كان قلبه رغم كل الغلطات دي ورغم كل الوقعات دي والسقطات دي منها كان بيعشقها. فكان يدعي ربنا دايما في الصلاه ويقول له اللهم حاسبني بما انت تملكه ولا اللهم حاسبني بما انا املكه ولا تحاسبني بما انت تملكه. اللي هو قلبه ومشاعره وحبه بيميل ليها بيعشقها، دي مرحله العشق للسيده عائشه. انما لا يمحو طبعا منه حب السيده خديجه، دي خلاص كانت يعني بالنسبه له حاجات كتيره قوي برضو. طيب دلوقتي احنا لما نيجي نقول لواحد انسى بقى الفلانه، او الواحده انسي بقى الفلان ده، وهم واصلين لمرحله العشق مع بعض، هو مش زرار اول ما تقول انا بحب الفلان ده عشان وعشان وعشان بلا 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 مميزات، انت مش بتحبه الا حب عقل. انما اول ما تقول هي رغم عيوبها بحبها ومش عارف ليه وهي كمان كذلك، ده مرحلة حب الروح وحب العشق اللي انتوا مش عارفين ليه، بيبقى مطلع عينك ومبهدلك ومش مريحك، واول ما يجي ينزل من العربية تقول له خلي بالك على نفسك، ما هو في ايه؟ الناس كلها وهي بتشتكي تشتكي منه، لو حد جاب سيرته تطلع فيه تاكله. لا لا لا، ده هو عشان بس قلبه طيب، هو متحول عشان قلبه طيب، هو موده بيتحول انسان مش خبيث ومش عارفه، ودافع عنه، هي اول واحده دافع عنه، وهو كذلك برضه هي مطلعه عينك، ويجي حد يتكلم عنها ما يقبلش، ياكل اللي يتكلم عنها. ليه؟ مش عارف. بحبها ليه؟ رغم انه ممكن يمثل انه لا وما فيش، بس هي بتجري في دمه وهو بيجري في دمها. دي حاجه الرسول عاشها مع السيده عائشه، وكان خلاص يعني اللي هو مش زرار، هو مش زرار هنضغط عليه كل واحد ينسى التاني، لا. طيب لو فقدوا بعض، لو قعد يجمع من نساء العالم كله علشان خاطر ينسى الاولى دي اللي بيعشقها، مش هينسى، مفيش واحده هتملى عينه بنفس الدرجه، لانها بتيجي في العمر مره واحده بس، وبتبقى فرصه للي بتجيله وما بتتكررش مع واحده تانيه، وهي كذلك. طيب في حاله بقى انهم ضاعوا من بعض، الراجل عمره ما هينساها نهائيا، لكن الست لو لقت واحد يعوضها ويحتويها ويأثر فيها ويقدرها، بيعمل ديليت للراجل اللي قبله، وده فرق، وعلماء النفس اكدوا كده، دي دراسات. انما الراجل لن ينسى من يعشقها.